السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أم خولة، ودائما مع الوصفات السهلة والسريعة والاقتصادية واللي في متناول الجميع. اليوم جيت نقترح عليكم ميني بيتزات كيجيو لذاذ وقطنيين، نتمنىكم تجربوهم. دوزوا المقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للمقادير كنحتاجو للدقيق، كنزيدو عليه الزعتر، كنحكوه بين يدينا، كنزيدو عليه زيت الزيتون، ومن بعد كنبسوه مزيان. كنزيدو شويه ديال السكر، الملح على حسب الذوق، وكنزيدو الخمارة نتاع الخبز. كنجمعو الخليط بالماء، بعد ما كترتاح العجينه كندلكوها بالدلاك وكنشكلوها على شكل دوائر. بالنسبه للحشو كناخذوا الفرماج، كاين عندنا الطون، كاين عندنا مطيشه مصبره، كاين الفلفله خضراء وحمراء. اللي كان عندكم كتقدروا ديروه في الحشو، وتقدروا ديروا الدجاج، تقدروا ديروا الكفته. انا هنا خدمتها بالطون. بعد ما وضعنا البيتزات في اللاطة كنتكوهم بالفرشيطة، كنديرو عليهم صوص طوماط، كنزيدو عليهم شوية ديال الفرماج، كنزيدو عليهم الطون، الفلفلة، وفي الأخير كنديرو الفرماج والزعتر.
هادو هما البيتزات بعد ما سليناهم كنديرهم من الفوق الزعتر كندخلهم في الفرن نسخنهم قبل على درجة حرارة 180. هذه هي الوصفة ديال اليوم، نتمنى تنال الإعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا باللايكات والاشتراك باش يوصلكم الجديد ديالي.